اخترت أن أكون مهندسة معمارية لأنني تماشياً مع مفهوم باوهاوس اعتقدت أنني أصنع عالماً أفضل. لقد نشأت في منزل جدي، وكنت أظن أن المنازل تنمو كالأشجار، حتى قالت لأمي: لا، الناس هم من يبنونها. ثم رغبت في أن أفعل ذلك. الهدف من الهندسة المعمارية هو توفير الصحة والرفاهية والسعادة بشكل فردي وجماعي. تبني المهندسات المعماريات العالم الذي نعيش فيه بأناقة وتفرد وبراعة. في الهندسة المعمارية إما أن تعمل 200% أو لا تعمل. المسؤولية عالية جداً، قد نخسر الكثير. الهندسة المعمارية مجال صعب للنساء اللاتي يعملن فيه. صناع القرار هم الرجال عموماً، والشيء نفسه ينطبق على مقاولي المشاريع المعمارية وكذلك أعمال الهندسة المعمارية. من النساء اللاتي نجحن في هذا المجال زها حديد، ملكة المنحنيات، حتى وفاتها في عام 2016 صممت مباني وشهادتها مكتملة، منشآت متفردة. زها حديد من بين 5 مهندسات معماريات حصلنا على واحدة من أهم الجوائز في القطاع، وهي جائزة بريتزكر، إلى جانب زها حديد كازويو سيجيما وإيفون فاريل وشيلي ماكنامارا وآن لاكاتون، 5 نساء خلال 43 عاماً. توجد مهندسات معماريات متفوقات أكثر من مهندسين معماريين ذكور، ومع ذلك فإن 5% من شركات الهندسة المعمارية في العالم تديرها نساء. منذ بضع سنوات تبرز مهندسات معماريات في المقدمة، إنهن لا يتنافسن على الصفقات فحسب، بل على التقدير أيضاً. من وما الذي يحدد نجاح المهندسات المعماريات والبنايات التي تحيط بنا؟ أنا مقتنعة بأننا كمهندسات معماريات وكمجتمع يمكننا أن نبني ما هو أفضل بكثير. سواء كنا مبتدئات أو ذوات خبرة راسخة أو لديهن مكاتب أو يعملن لحسابهن الخاص أو في الإدارة، كيف تبدو عوالم العمل المتنوعة لهؤلاء المهندسات المعماريات؟ ما هي تحدياتهن وأحلامهن؟ وما الذي يحفزهن؟ كيف يبنين؟ ولماذا؟ وماذا يعني أن تكوني مهندسة معمارية؟ أنا ريجينا لايبنجر، وأنا شريكة في مكتب الهندسة المعمارية باركو لايبنجر في برلين. ريجينا لايبنجر من أشهر المهندسات المعماريات في ألمانيا، تمتد مبانيها من دار للرعاية النهارية للأطفال إلى مبانٍ صناعية وسرادقاتٍ تبدو وكأنها تنزلق على الهواء. أحدث مشاريعها بيهاب في حي فريدريشهاين كرويتسبرغ في برلين، والذي نقوم بزيارته. هذا المبنى رائع جداً. ماذا كان سابقاً؟ مصنعاً؟ كان ملكاً لمصنع نفخ الزجاج، وهذا ما كان لديهم في الشقق. قامت مجموعة بناء بتحويله، إنه رائع، والمحيط رائع جداً. فيما بعد يشعر المرء بذلك. يوجد في المقدمة خليج روميلسبورغ، هذا موقع ممتاز في فريدريشهاين، وعلى الجانب الآخر توجد محطة القطارات، ثم هذا الامتداد الهائل للمبنى، إنه ضخم. بيهاب مشروع عملاق للمكتب المعماري باركو لايبنجر في برلين. الطول الإجمالي للمبنى 300 متر، ومساحته 47,300 متر مربع، موزعة على 10 طوابق مكتبية، الواجهة على شكل طيات مثل الأكورديون، وتقابلها أشرطة أفقية من الخرسانة المكشوفة، وتعزيزات رأسية من بلاط تراكوتا الأبيض المخدد. إنه مبنى شامخ وطويل. بفضل هذه الانحناءات والطبقات، لا يبدو وكأنه مبنى واحد طويل. إنه يشبه 6 مبان مختلفة، وبطول 300 متر. هذا مهم أيضاً. يمكن للهندسة المعمارية أن تفعل بك الكثير، إنها تحركك أيضاً.
من الرائع جداً أن تقف في مكان مرتفع في برلين. نحن نفتقد التلال التي اعتاد عليها الناس في جنوب ألمانيا، لكنني أجد دائماً أنه من الرائع رؤية المدينة من أعلى، وكذلك المياه. ولدت ريجينا لايبنجر عام 1963 في مدينة شتوتغارت لعائلة تتمتع بفطنة تجارية. أنا أنتمي فعلاً إلى شركة عائلية في جنوب ألمانيا، وهذه الشركة العائلية لعبت دوراً كبيراً في حياتنا، لذا نتمتع بالروح التجارية، والأمر مشابه في الهندسة المعمارية. فعندما يكون لديك مكتب كبير للهندسة المعمارية، فمن المهم أن تتمتعي أيضاً بميزات قيادية في إدارة الأعمال من أجل الحفاظ على سير العمل، وأنا كنت حقاً محظوظة في ذلك لأنني تعلمت منذ صغري كيفية سير الأمور، وربما أمتلك صفة وراثية معينة في هذا المجال. عندما كانت في سن 16 عرفت أنها تريد أن تصبح مهندسة معمارية. أردت الابتعاد بأسرع ما يمكن، أردت الخروج من بيئة الحماية الشديدة تلك. مثل كل فتاة في شتوتغارت أردت بداية الذهاب إلى ميونخ، ولكن انتهى بي المطاف في برلين بالصدفة. كان ذلك أشبه بكوني خارج البلاد. من منظور شتوتغارت كان الأمر أشبه بالذهاب إلى بلد أجنبي. درست ريجينا في جامعة برلين التقنية، حيث تلقت دورات في تشييد المباني وفيزياء البناء، لكن طموحاتها كانت أكبر. تقدمت بطلب للدراسة في أمريكا وتم قبولي في جامعة هارفارد. كنت بصراحة متوترة رغم أن هارفارد جامعة جيدة جداً وسمعتها غنية عن التعريف، لديها أساتذة رائعون. رغم ذلك كان عدد الرجال فيها أكثر بكثير. رجال أكثر بكثير من النساء، ما تعرفت عليه ريجينا في ثمانينيات القرن الماضي لم يكن استثناءً. إنكين بورينغ التي عملت مستشارة في وزارة الداخلية عام 2002 وكانت مسؤولة عن بناء البرلمان في برلين، درست أيضاً الهندسة المعمارية. كان تصميم ما يعرف بالشريط الحكومي أكبر مشروع في حياتها المهنية. عندما بدأت دراستها في منتصف السبعينيات كانت لا تزال غير متأكدة من رغبتها في دراسة الهندسة المعمارية. في خضم دراستي عانيت من أزمة صغيرة. كان لدي شعور بأن بعض زملاء الطلاب كانت لديهم بعض المزايا لأنهم ينتمون لعائلات تضم مهندسين معماريين وقد قاموا ببناء منازل وكانوا في مكاتب آبائهم إلى غير ذلك، أي أنهم تعلموا الكثير بالفعل منذ طفولتهم تقريباً، واعتقدت أنني لن أواكبهم أبداً. لقد بحثت عبثاً في جامعة هانوفر عن نساء لتقتدي بهن. ما صدمني تماماً هو عدم وجود أستاذة جامعية واحدة، لم أتوقع ذلك. وفي المحاضرات عندما كان الحديث يدور حول أحدث ما في الهندسة المعمارية أو النجوم الصاعدة في هذا المجال، بدأ أن أسماء رجال فقط هي التي تظهر. لفترة طويلة بدت الهندسة المعمارية وكأنها خالية من النساء، وإن وجدنا كنا في ظل الرجال. كان المهندس المعماري الأمريكي روبرت فينتوري الحائز على جائزة بريتزكر يعتبر أحد أهم ممثلي العمارة في الثمانينيات. كان شعاره المزيد إثراء، ترك البساطة وراءه وأنشأ مبانية مرحة، لكنه لم يدر مكتبه بمفرده. كان لدى روبرت فينتوري مساعدته دينيس سكوت براون إلى جانبه، لكن اسمه كان يأتي أولاً دائماً، فينتوري ثم سكوت براون. ومن يريد ذكره باختصار يقول فينتوري: التعلم من لاس فيغاس كان أحد الإصدارات النظرية الكبرى، لكن دينيس سكوت براون كانت معه. أثناء دراستها لم تجد كريستين دورهوفر البطلات التي يمكنها الاقتداء بهن. زملاؤها الطلاب لم تكن لديهم هذه المشكلة. كان فالتر غروبيوس يرتدي دائماً ربطة عنق، وكان لدى لو كوربوزيه نظارات سميكة ذات إطارات داكنة. فانقسم طلابنا الرجال إلى مجموعتين، مجموعة ترتدي النظارات ومجموعة ترتدي أربطة عنق، ولذا كان يعرف المرء على الفور بمن يقتدون ومن يقلدون. الطالبات لم يكن لديهن ذلك. زابينا ريس تبحث في تاريخ المرأة في الهندسة المعمارية. لم تكن تجارب إنكين بورينغ وكريستين دورهوفر مفاجئة بالنسبة إليها.
كان ذلك منهجياً في تاريخ مهنة الهندسة المعمارية، ونحن نعلم الآن من البحث كم كان عدد النساء المهمشات وكم كان عدد أعمال النساء التي لم توثق في القرن العشرين، وحتى إذا تم توثيقها كان الرجل يحظى بالتقدير. كريستين دورهوفر معمارية وأستاذة فخرية تبحث عن زميلات منسيات في تاريخ الهندسة المعمارية. حتى يومنا هذا لا يعرف الكثيرون أسماء مهندسات معماريات، لكنهن موجودات ويجب فقط إدراك ذلك. يجب الرجوع إلى التاريخ والبحث فيه. اضطرت إيميلي فينكلمان، أول مهندسة معمارية في ألمانيا، للكفاح بجد لتحقيق حياتها المهنية. في عام 1900 تقريباً لم يكن مسموحاً للنساء في بروسيا الالتحاق بالجامعة، وفعلت ما كان عليها فعله. بدلاً من أن تكتب اسمها الأول إيميلي، كتبت إي فينكلمان. لم يكن ذلك خاطئاً تماماً. كان من الممكن الاعتقاد بأنه اسم شقيقها، وبعد ذلك عندما أرادت الحصول على شهادتها بعد 4 سنوات وعند تقديم الامتحاناتها النهائية أخبروها أنه غير مسموح لها كامرأة التقدم للامتحانات، ثم ذهبت لتسلق جبل بروكن وقررت إنشاء مكتب هندسة معمارية خاص بها. صممت مدارس ومباني سكنية كثيرة، كل شيء من منازل صغيرة ومتواضعة للعمال إلى فيلات رائعة هنا في غرونيفالد، أو مبان سكنية راقية مثل هذا المبنى في شارع لايستيكو. أعتقد أنه كانت لديها مجموعة واسعة حقاً لم تحققها أي مهندسة معمارية آنذاك. بعد بضع سنوات ظهرت مارغريتا شوتيلي-هوتسكي على الساحة. في عام 1926 ابتكرت أول مطبخ عصري مدمج سمي فرانكفورتر كوشي، والذي انحصر في ذلك فقط. ظلت المباني السكنية التي صممتها في أنحاء العالم غير معروفة في أوروبا. آيلين غراي، رائدة أخرى في الهندسة المعمارية الإيرلندية، في بداية القرن العشرين ابتكرت تصاميم حديثة من الفولاذ والزجاج. في تصميمها للمبنى E1027 كل شيء متعدد الوظائف بما في ذلك الأثاث الذي ابتكرته أيضاً كان تحفة من العمارة الحديثة. المواد فاخرة ومساحات المعيشة مرنة مع تصميم موجه بشكل صارم نحو احتياجات السكان. أحد أجمل المباني التي أعرفها هو من تصميم آيلين غراي، يعود تاريخه إلى عشرينيات القرن الماضي ويقع على ساحل البحر المتوسط في فرنسا. ما صممته هناك تحفة رائعة، لذا كانت هناك أسباب وجيهة لأن يشعر لو كوربوزيي بالغيرة من هذا المبنى، لقد أراد الاستيلاء عليه. بتكليف من المقاول رسم المهندس المعماري والفنان السويسري والفرنسي لو كوربوزيي 8 جداريات كبيرة داخل المنزل وعلى واجهته، ويقال إن غراي لم تدخل المبنى بعد ذلك قط. بصفتها طالبة هندسة معمارية، حصلت شيفاني تشاكرابورتي على كتاباً عن آيلين غراي كهدية، وخلال حلقة دراسية ميدانية زارت فيلا غراي المبجلة في عام 2006. كانت الفيلا شبه خرابة آنذاك. دخلتها وكنت أعرفها جيداً لأنني درست تصميمها بدقة. كنت أعرف كيف كان شكلها في ذلك الوقت، ورغم أن جزءاً كبيراً منها كان في حالة سيئة، إلا أن تلك كانت تجربة رائعة. كانت زيارة فيلا آيلين غراي مهمة لشيفاني، بل وربما حاسمة. إذا كان لدى النساء أمثلة قليلة يحتذى بها، فعندئذ يكون هناك عنصر الارتباط مفقوداً. لذا الأمر أسهل بالنسبة للرجال، ففي كل دروس الهندسة المعمارية وفي مكاتب التخطيط هناك رجال أيضاً، وهم يهيمنون على كل شيء، لهذا يشعرون بالارتباط بهذا المجال وما حوله بشكل أسرع من النساء. في نهاية الثمانينيات التقت ريجينا لايبنجر في جامعة هارفارد بشريكها وزوجها فرانك باركو. اعتقدت أنني بمجرد حصولي على شهادتي من جامعة هارفارد سأصل أخيراً إلى مدينة أحلام نيويورك، ولكن آنذاك كانت هناك أزمة اقتصادية وسقط جدار برلين. فكرنا أولاً في الذهاب إلى روما، بعد ذلك قررنا الذهاب إلى برلين عام 1993. كان لدينا شقة من غرفة واحدة، وقررنا حينها العمل بشكل مستقل. كانت هناك لافتة على جدار المبنى مكتوب عليها المهندسان المعماريان باركو لايبنجر، وهكذا بدأ الأمر. نجاحهما الكبير تحقق في عام 2001 عندما كلفا ببناء حديقة بوتسدام الاستوائية لمعرض الحدائق الوطنية في ألمانيا. كان المبنى العملاق المكون من الخرسانة والزجاج
يوفر بيتاً لأكثر من 20,000 نبات استوائي، وكان يقع في ميدان رماية عسكري سابق تلته مشاريع مرموقة، بما في ذلك مبنى شركة ترومب العائلية في جنوب ألمانيا. ثم في غضون وقت قصير سمح لنا بالبناء في برلين في أكثر المواقع تنوعاً في أحياء مختلفة جداً. تلعب البيئة المحيطة دوراً كبيراً في تلك الحالات. في محطة القطار الرئيسية في أوروبا سيتي التي يجري بناؤها، تفعل أشياء مختلفة عما تفعله في حي كرويتسبرغ مثلاً. هناك تجد عمارة كرويتسبرغ للأدوار العلوية المتطورة جيداً، أو في برينزلاوربرغ في شارع كولفيتس. قصة حياة المهندسة المعمارية هيلغا بلوكسدورف مليئة بالتحديات، والآن تغزو فن البناء. الطريق الذي يسلكه الناس في الحياة يختلف كثيراً اعتماداً على الظروف التي يمر بها الشخص. ربت والدتي ثلاث بنات بمفردها، وكانت ظروف نشأتنا مضطربة للغاية. أحد الخيارات الذي لم نجرؤ حتى على التفكير فيه جزئياً كان أن تمكنا ثلاثتنا من الالتحاق بالجامعة. اسمي هيلغا بلوكسدورف، أدير مكتباً في برلين، كما أنني أيضاً أستاذة لتشييد المباني في جامعة برونشفايغ التقنية. بدأت بلوكسدورف مسيرتها عبر الفن ومشاريع بتكليف جامعي، حتى أصبحت تعمل لحسابها الخاص في عام 2013. في البداية صنعت اسماً لنفسها من خلال إعادة تصميم منشآت قائمة مثل هاوس كارلس روهي، وهو منزل بسقف جملوني يعود لعائلة من الستينيات تم تجديده، أو منزل هاوس روزي في شمال برلين، أقصى درجات التباين مع المشاريع الكبرى لزميلتها ريجينا لايبينجر الرومانسية والتفرد مع ميل للتجريد. هذا ما يميز مبانيها. في عام 2020 شاركت في مسابقة نظمتها مؤسسة كلاسيك شتيفتونغ في فايمار بمبنى من الخشب ولحاء البتولة. كانت المهمة من البداية إن صح التعبير تتمثل في بناء منشأة مبتكرة من الخشب، وقد أوضح المقاول أنه بالإمكان التجريب أيضاً. طورت هيلغا منزل البتولة أو بيركن هاوس كإضافة حديثة فاتحة اللون إلى الجدران التاريخية القائمة لكوخ الشاعر جوتا، والذي يعود إلى عام 1778. كان يبعد بضع مئات من الأمتار فقط من الموقع المخطط له في فايمار. عندما تكونين في منافسة دائماً ما يطرح عليك السؤال: ما مدى ارتباط المهمة بالواقع؟ هل تحاولين إنجاز كل شيء بشكل صحيح؟ أم هل هناك نوع من الاستفزاز في المهمة وطريقة تقديمها يثير ربما أسئلة؟ لعبة الأشكال والمواد مهمة للغاية في تصاميمها. يقع مكتب المهندسة المعمارية ريجينا لايبينجر في فناء خلفي في الجزء الغربي من برلين، وهو مكون من عدة طوابق. المواد تلعب دوراً كبيراً جداً في مكتبنا. لدينا أشياء وأفكار تتكرر. هناك رغبة وفكرة تظهر بشكل مستمر ويتم إعادة النظر فيها وتصميمها كثيراً. لهذا السبب يمكن أن يظهر هذا الشيء كحلقة معدنية على سطح كبير لمبنى دايملر، ومع ذلك يمكن تحويله إلى حجم أصغر بكثير، وهذه المرة من الخشب بنمط أفعواني ليجد مكانه في هاوس أمفالزي، لأنه سيبقى هناك بشكل دائم. أوراق الشجر والضوء مرسومة عليه وتوفر انعكاساً. يبدو في بعض الأحيان وكأنه جسم غامض، لكنه في الواقع يبدو كما لو أنه كان هناك دائماً. نادراً ما يمكن تحقيق مشروع وفقاً للتصورات الشخصية، والمسابقات غالباً ما تكون ثقب الإبرة الذي يجب أن تمر عبره التصاميم. هناك بالطبع فرصة للحصول على طلبات دون الحاجة للذهاب إلى نادي الروتري أو نادي الجولف. وضعت ريغولا لوشر بصمتها على الهندسة المعمارية في برلين بعد أن عملت مهندسة معمارية في زيوريخ وفيينا. استدعيت إلى برلين عام 2007 بصفتها مديرة التخطيط الحضري. كانت مسؤولة لمدة 14 عاماً عن المسابقات في المدينة، وعضواً في العديد من لجان التحكيم، ومن أراد العمل في مشاريع مهمة طرق بابها. أنا في الحقيقة لا أكتب كتاباً أو أعبر عن فكرة، فهذه الفكرة موجودة في الحجر أو الخشب أو الزجاج أو أي كان، إنها محفورة، لذا لا يمكنني السماح لنفسي
بارتكاب أي أخطاء، وعلي اختيار أفضل المشاريع. المسابقات فرصة كبيرة لشركات الهندسة المعمارية الأصغر، لكنها مثيرة للجدل. يكاد يكون من المستحيل على المكاتب الجديدة المشاركة، لأن المعايير كما هي ولا تتغير، وكل ما عليك فعله لأجل المنافسة يجب أن تكون قد بنيته بالفعل. عندما تحصل على دعوة لتصميم دار للبلدية مثلاً، من المفترض أن تكون قد صممت قبلها 10 دور للبلدية. كيف يفترض أن ينجح ذلك؟ وبعد ذلك عليك أن تظهر مقدار الأموال المتوفرة لديك، أو أن تبتكر كل أنواع القصص، لكن ذلك نقطة ضعف بالنسبة إليهم، فالتنوع والخيال ينتهي بهما الأمر على قارعة الطريق. ليس بالضرورة أن يفوز المشروع الأكثر إبداعاً من الناحية المعمارية، لكن بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتعين عليهم تنفيذه فهو الخيار الأفضل. هناك سلسلة رائعة من المناقشات تسمى 8 آراء حول الهندسة المعمارية السويسرية، ومن ضمنها مقابلة مع كارل فينجرهوت الذي كان مديراً للتخطيط الحضري في بازل، ومن أجل الابتعاد عن صفقات المحادثات المغلقة قال: إن صورة المدينة ذات أهمية كبيرة، وعلينا أن نفتح جميع الطلبات للمزايدة العامة، كل الطلبات، ومن دون أي نوع من قيود عامة للمشاركة. يمكن حينها القول إنك تود أن تقترح هذا على السيدة لوشر لتقرأ الاقتراح وتفهم ما يمكن أن يعنيه ذلك للمدينة. اسمي أولريكي آيشهورن، أنا مهندسة معمارية ووسيطة معمارية. تعمل أولريكي آيشهورن لصالح حكومة مدينة برلين منذ عام 1991. تشهد المدينة طفرة عمرانية، إنها مسألة بالملايين. كان رئيس أوريكي مسؤولاً عن منح العقود للمستثمرين، وبعد أن قتل في هجوم لم يتم الكشف عن مرتكبه تركت أوريكي القطاع. حافظت على روابطها بالهندسة المعمارية وتطالب بإعادة نظر جذرية في عمليات التعاقد لتعزيز فن تصميم المباني والتنوع. أود أن أرى مسابقات تظهر مدى تنوع العالم، عندما يخطط أشخاص مختلفون لأشياء ويتبعون أساليب مختلفة. شباب وكبار السن، نساء ورجال وطلاب، يمكننا الحصول على العديد من الأفكار المختلفة، كل شخص لديه وجهة نظر مختلفة. في حي هانزا يمكن رؤية ما تم إنشاؤه، آنذاك شارك الناس بحماس في ذلك. يقع مكتب أوريكي في حي هانزا في برلين. بعد الحرب العالمية الثانية كان لابد من بناء مئات الآلاف من الشقق في برلين التي دمرتها الحرب. في عام 1957 أقامت الحكومة في الجزء الغربي من المدينة معرض البناء الدولي الذي عرف اختصاراً باسم إنترباو. دعي مهندسون معماريون دوليون لتصميم مجمعات سكنية حديثة والتي لا تزال مشيدة حتى اليوم. كانت العملية بدءاً من الفكرة وحتى توقيع العقد طويلة ومعقدة. عندما تدعى ريجينا لايبنجر وفريقها إلى المسابقة يبدأ عمل قسم المنافسة الخاص بالشركة. تمت دعوتنا للمشاركة في مسابقة لموقع في ساحة ألكسندر، حيث ستبنى أول ناطحة سحاب هناك، وكان لدينا تصميم مازلنا نعتبره حتى اليوم رائعاً، لكن المركز الأول فاز به فرانك غيري بتصميم كارثي، ولن أتراجع في رأي هذا. المركز الثاني فاز به صديقنا يان كلايوس، كان تصميمه جيداً جداً، وحصلنا نحن على المركز الثالث. شعرنا بخيبة أمل كبيرة حينها، لأنه تم منح المركز الأول للمهندس المعماري فرانك غيري الذي يحمل هذا الاسم المجنون. كان ذلك مخيباً للآمال حقاً، ولكن لا يمكننا التقليل من شأن هذه المسابقات، فأنت تقضي الكثير من وقتك وجهدك فيها، ولكن عليك استجمع قواك من جديد بحيث تستطيع المضي قدماً. إنها تستنزف الكثير من الأفكار. لقد شاركنا في العديد من المسابقات وفزنا بالكثير منها، لكن تلك التصاميم لا يتم بناؤها أيضاً، تكون مملة في بعض الأحيان، لكن هذا طبيعي، إنه الجزء الأول من الصفقة وعلينا إنجازه فحسب. بعد تلك النكسة انتقلت ريجينا إلى مشروع كبير آخر، تمت دعوتها للانضمام إلى مسابقة برج إستيرل الجديد وفازت بها. لم تكن تلك مجرد جائزة طردية،
لقد كان من الجنون أننا فزنا بها بعد خيبة الأمل في ساحة ألكسندر. فتحنا 3 زجاجات شامبانيا. كان احتفالاً صاخباً بالفوز. شعرنا لوهلة وكأننا فوق السحاب. برج إستريل هو أول ناطحة سحاب في برلين. ارتفاعه 176 متراً وهو أعلى مبنى في المدينة. يتكون من 45 طابقاً وبمساحة إجمالية تبلغ 75 ألف متر مربع. يضم الفندق 800 غرفة ومكتباً فندقياً وقاعة مناسبات ومرأب سيارات ومطعماً ومنتجعاً صحياً. وجهة البرج من صفائح ألمنيوم. من الرائع خوض مسابقة تقضين فيها ليال من أجل التوصل إلى فكرة رائعة يتم فهمها وتقدمين من خلالها شيئاً للعالم. قبلت هيلغا التحدي وأرسلت تصميمها لمبنى بيركن هاوس إلى المسابقة في فايمار. كيف كان رأي لجنة التحكيم؟ لقد كانوا متشككين في البداية. حين أعتقد أننا لسنا جادين بشأن لحاء البتولة، وقد كنت دبلوماسية عندما أجبت بأننا سنتحقق من ذلك. علمنا أنه كان يستخدم لعزل الأسطح العشبية للمنازل في فنلندا، ولكنه كاد أن ينقرض كتقنية. والسؤال عما إذا كان يمكننا استخدامه على الجانب الآخر، بحيث يكون الجانب المضيء متجهاً إلى الخارج كواجهة في هذه الحالة؟ كانت تلك عملية تفكير وتنسيق استغرقت شهوراً. في النهاية انتصرت هيلغا. زالت العقبة الأخيرة عندما اجتاز لحاء البتولة اختبار المواد، وبعد عام ونصف كان المبنى قائماً في الموقع. يبدو المبنى تماماً كما اعتقدنا أنه سيكون. يتراوح المشروع بين سرادق ومنزل حقيقي. حاولنا تصميمه ليبدو أكثر وكأنه سرادق. يبدو مبنياً بشكل صحيح، ولكن في الوقت نفسه كما لو أنه يسبح في الهواء. نحن الآن على أي حال في المرحلة الأخيرة. من الخارج ليس هناك الكثير لرؤيته، لكن بالنسبة لي كمهندسة معمارية فإن هذا هو الجزء الذي يبذل فيه المرء أقصى جهد، لأنني في نهاية المطاف أريد بطبيعة الحال إنجاز 5% الأخيرة تماماً كما تخيلتها، وليس حذف التفاصيل على الحواف أو الألوان. لا يمكن تغطية المبنى ب3 طبقات من الطلاء. يجب فعل ذلك على أكمل وجه. هذا يشبه إلى حد ما المطبخ الفاخر. السقف ستنجح في إنجازه. لا أعرف ما في الخطة. سيد رايب، هل تم التخطيط لما سنفعله بالسقف؟ لا أعتقد ذلك. هذا فظيع. الدهان استخدم طلاء الحائط الخطأ، والآن يبدو السقف مختلفاً عن الحائط. هذا أمر لا يجوز أبداً. أحياناً يصاب المرء بانهيار عندما يتلقى مكالمة بأن مياه المطر تسربت إلى مكان ما، وبأن عليك ترتيب الأمر بسرعة كبيرة. تشعر على الفور بالقلق لأنه اتضح أن هناك خطأً ما في التخطيط. فعندما تقوم بالبناء يتعلق الأمر بالكثير من المال، وعندما تنفق مليون دولار على مبنى فلا يجوز أن تتسبب في أي أضرار. اسمي يوهانا ماير جروبروغي. لدي مكتبي الخاص في حي برلين متى، وأنا أستاذة في جامعة دارمشتات التقنية. لقد صممت مبنىً سكنياً مميزاً جداً من عدة طوابق في شارع كورفورستن رقم 142 في برلين. أحب الوقوف هنا في موقع البناء. أشعر أن شخصاً ما يبني شيئاً رسمته أنا أو نحن معاً. من ناحية أخرى، أشعر بالغثيان قليلاً عندما آتي إلى هنا، لأنني أفكر وأقول يا إلهي، آمل ألا يكتشف أي شيء كان علي فعله بشكل مختلف، وأخشى أن يكون ذلك شيئاً محدداً تماماً، لأنه لا يمكن تغيير أي شيء بعد البدء بالبناء. لهذا السبب دائماً ما يكون هناك القليل من الخوف عندما آتي إلى موقع البناء، ولكن من جهة أخرى، إنه شيء رائع حقاً. مساحات شفافة ومخططات بناء فردية ومحيط غير تقليدي. الأبراج الستة مدفوعة إلى بعضها البعض وتتبع منحناً لطيفاً. الشقق بداخلها تضم أماكن منخفضة وأخرى مرتفعة.
هناك 19 شقة. من الصعب حصر عدد الطوابق لأنه كما ترون المستويات ليست تقليدية كما هي الحال في مبان أخرى. الفكرة هي عدم وجود ارتفاع ثابت للسقف في أي من الغرف. هناك مساحات منخفضة للغاية مع سقف بارتفاع مترين ونصف المتر كما هو الحال في المطبخ وغرفة النوم والحمام. في نفس الوقت كل شقة بها سقوف يبلغ ارتفاعها الضعف في الأماكن التي يمكن أن يلتقي فيها الناس معاً. لا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق حتى تنتقل بالدراجة الهوائية من مشروع منزلها الطموح السكني إلى مجموعة يوليا شتوشيك. التصميم الداخلي هو نتيجة مسابقة فازت بها يوهانا ماير غروبروغا في عام 2016. مجموعة يوليا شتوشيك من أكبر مجموعات فن الفيديو المعاصر، توجد في مبنى يعود إلى ستينيات القرن الماضي، يحتوي على الكثير من الغرف الصغيرة ومصنوع من الزجاج بالكامل تقريباً. هذه هي الطريقة التي ظهرت بها فكرة الستارة. إنها ستارة تطوى من الخارج إلى الداخل. لديك بالفعل هذه المساحة المضيئة التي يمكنك الانتقال إليها والجلوس فيها، حيث يمكنك دراسة الكتالوج واختيار المكان الذي تريدين الذهاب إليه بتأن شديد كما في قاعات السينما. هكذا يمكنك الاسترخاء والنظر إلى الخارج أيضاً. بدأت يوهانا ماير غروبروغا في البحث عما هو غير تقليدي ومتطرف في الهندسة المعمارية. بعد تخرجها من المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيورخ، توجهت إلى اليابان. زرت من قبل العديد من الأماكن في العالم، لكن عندما وصلت إلى طوكيو أذهلتني بالكامل، واعتقدت أنه لا يمكن مقارنتها بأي مكان آخر كنت فيه. لا توجد مدينة أخرى تشبهها، وذلك منحني شعوراً بالحرية. لطالما كان لدي شعور بأن الهندسة المعمارية اليابانية مختلفة جداً عن غيرها. هناك شيء غامض فيها، وتتميز بترك الكثير من المساحات مفتوحة، وقد وجدت ذلك رائعاً للغاية. في عام 2005 تقدمت بطلب للعمل في مكتب الهندسة المعمارية سانا في طوكيو للمهندسة كازويو سيجيما الحائزة على جوائز. كانت تنوي البقاء 3 أشهر، فأصبحت 5 سنوات شاقة. أصعب شيء بالنسبة إلي والذي كان جزءاً من الصفقة هو أنه لم يكن لدي أي اتصال اجتماعي. كنا نعمل حتى 3 صباحاً ثم نخرج في الليل. ربما كانت تلك جهات الاتصال الوحيدة التي كانت لدي، الالتقاء بمعارفي في الحانة. وفي صباح اليوم التالي أبدأ العمل مرة أخرى. لا بأس بذلك عندما تسير الأمور على ما يرام، لكن إذا لم تكن كذلك فيكون الأمر صعباً. هذه المهنة مرتبطة بمواعيد نهائية محددة. في كثير من الأحيان لا يفهم الغرباء ذلك، وإذا ذهبت للعمل في قسم المنافسة فستكونين هناك مشغولة دائماً حتى الساعة 11 مساءً أو بعدها. هذا الضغط يتعرض له الجميع ويثقل كاهلهم. وأعتقد أن تحمل مسؤولية تشكيل المجتمع قد لا تكون أمراً يناسب الجميع. الضغط كبير، وهناك أفكار دقيقة للغاية حول ما يلزم للنجاح في قطاع الهندسة المعمارية. في المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا علمونا هذه الخرافة بأن المهندس المعماري هو المبتكر العظيم. يعرف المهندسون المعماريون كل شيء، والمهندس المعماري يشبه إلى حد ما شخصية بطولية تعمل ليلاً ونهاراً وتعيش من أجل وظيفتها حتى في وقت الفراغ. أنت تسافر من أجل الهندسة المعمارية وتشاهد أفلاماً عنها وتقرأ كتباً وتستمع إلى الموسيقى، وكل شيء ينتقل إلى الهندسة المعمارية. تم نقل هذه الصورة عبر تاريخ الهندسة المعمارية، والهوس بالعبقرية جزء من هذه الخرافة. ترى كيرستن دور هوفر أن هذا هو سبب استمرار القوالب النمطية بتعنت. الأشكال الهندسية هي رمز لعقلانية الفكر الذكوري في الهندسة المعمارية، وتقف على النقيض من عاطفة المرأة. لهذا السبب وصفت النساء منذ فترة طويلة بأنهن غير مؤهلات لهذه المهنة. لكن من المهم أن نرى أن هناك اتجاهاً غير مقصود كان موجوداً أيضاً في الحركة النسائية. نريد أشكالاً أخرى، والنساء يبنين فقط أشياء مستديرة. إنهن يصنعن فقط تلالاً، وأنا لا أعرف، ذلك ليس رأيي على الإطلاق. لقد أتقنت النساء العقلانية، ولكن غالباً ما يتم استبعادهن منها. في عام 2010 افتتحت يوهانا ماير غروبروغا مكتباً مع شريكها سام تشيرمايف، ولكن سرعان ما واجها صوراً نمطية.
عندما يكون لامرأة ورجل مكتب مشترك، يتم تلقائياً إسناد أدوار معينة من الخارج. الفكرة السائدة هي أن الرجل هو المبدع والمجنون، والمرأة هي السيدة في الخلفية التي تضمن أن يسير كل شيء كما ينبغي وأن يكون على ما يرام. لطالما دفعني ذلك إلى الجنون، لأنه في الواقع كان الأمر بالعكس. كان أحد أساتذتي يقول دائماً بسخرية إن المكاتب التي يديرها زوجان مكونة من مهندس ذكر صاحب موهبة متوسطة، كان يبحث عن طالبة هندسة معمارية موهوبة، ثم قاما بإدارة المكتب حتى أصبح واضحاً كيف تسير الأمور. وعندما أنجبا الأطفال خرجت المرأة من اللعبة. أدت أسطورة العبقرية الفنية الذكورية أو كليشيه الفاعل والحالم إلى تطوير أشكال معمارية لا تزال تستبعد النساء بشكل منهجي. هذه إنها على الهاتف. هذه هي مارتينا باور. إنها المرأة الوحيدة التي تعمل لدي في منصب قيادي رفيع. لا، حقاً. نحن امرأتان قويتان نعمل بشكل جيد في مجال يهيمن عليه الرجال، ليس في المكتب فقط. أعتقد أننا في المكتب لدينا بالفعل عدد كبير جدا من النساء، وترون ذلك. لا أستطيع أن أقول لكم كم عدد الاجتماعات التي نحضرها ونحن محاطتان برجال يرتدون بذلات سوداء. نشعر بأننا محظوظتان بوجودنا هناك. صحيح، نجلس بمفردنا ثم نحصل على تعليقات أيضاً. كان يقول لنا قوة الفتيات أو جاء فريق السيدات اليوم. عندما تكون هناك امرأة واحدة لا يكون الأمر واضحاً، لكن عندما تكون هناك امرأتان نصبح فريقاً. لكن هذا مجرد هراء. إذا كان الأمر العكس فلن تجرؤ المرأة أبداً على القول. رائع، اليوم هو قوة الأولاد، أنتما هنا كثنائياً معاً. قوة وهيمنة الرجال لهما تأثير واسع النطاق على النساء في المهنة. في الماضي كان يقال الكثير عندما كانت امرأة تقدم مشروعاً، تعليقات مثل أنت تضعين لوناً جميلاً ومميزاً من أحمر الشفاه اليوم، وهذا طبعاً غير لائق إطلاقاً. ويمكنني أن أتذكر أن كل ما فعلته هو أنني تجاهلت التعليقات. زابينا ريس محاضرة في جامعة فيينا التقنية ولديها أيضاً تجارب مماثلة. عملت لدى ألسوب وشتورمر في لندن. شتورمر هو مكتب هامبورغ، ولا يزال مكتب يان شتورمر موجوداً. وفي ذلك الوقت كان لديه لسنوات عديدة شراكة مع ويليام أولسوك في لندن، وكان هناك مديراً أشرف على العديد من المشاريع بما في ذلك مشروعنا. لقد كان رجلاً فرنسياً شوفينياً، قال إنه غير مسموح لي أن أقوم بأمور محددة في هذا المشروع، وكانت تلك أموراً مهمة. على الرغم من أنني ومدير المشروع تم تكليفنا عن قصد بهذا المشروع، كانت تلك المرة الأولى التي لاحظت فيها أن ذلك أزعجني شخصياً أيضاً، وأنه كان هناك نظام في ذلك المكتب حين ذاك، وكان نحو 50 منا يعملون هناك. ثم حدث أن العديد من النساء كن يذهبن إلى المرحاض ويبكين بسبب المدراء المختلفين الذين يمنعونهن من القيام بأمور معينة أو يعاملون النساء بشكل سيء. ثم ذهبت واغتنمت ذلك كفرصة وفكرت وقلت لا ينبغي أن تسير الأمور هكذا، لن نقبل ذلك، وتمكنت من إقصاء ذلك المدير من المشروع. لم أكن قد بلغت 30 من عمري في ذلك الوقت. عندما أتذكر ذلك أشعر بالفخر الكبير لأنني حققته. كما في العديد من المهن تهيمن ظروف صعبة على واقع العمل للمهندسات المعماريات، تصبح الحياة الخاصة للمرأة سواء اختارت الأطفال أم لا عقبة في حياتها المهنية. من المفارقات الكارثية أن عدد النساء صاحبات مكاتب هندسة معمارية قليل جداً، كما تندر المكاتب التي تقدم فرصاً تدريبية للمهندسات المعماريات. كل هذه العوامل بالإضافة إلى الصورة النمطية للمهنة في حد ذاتها تقتضي إعادة النظر بشكل جذري. هناك حقيقة مفادها أنه عندما لا يكون هناك توزيع للمهام داخل الأسرة فإن المرأة لا تذهب بعيداً في حياتها المهنية. لطالما كنت أسخر في السابق من اللواتي كن يقولن إنهن دي جي أو دهانات أو غير ذلك، وهذا ما يحدث فعلاً. فأنا امرأة وأم ولهذا المكتب وأستاذة جامعية.
لطالما اعتقدت أن ذلك لن يكون مشكلة كبيرة بالنسبة إلي. لقد دعيت للمشاركة في لجان الحكام، حصلت على درجة الأستاذية بسرعة، وكان لدي أطفال. رغم كل ذلك كان المكتب يعمل، لأنه كان لدي شخص يعتني بأطفالي في المنزل. لنقل بوضوح، يمكن أن يكون لدى المرأة مهنة أيضاً. تظهر الإحصاءات أن حوالي 40% من المهندسات المعماريات في ألمانيا يعملن بدوام جزئي، مقابل 12% فقط من زملائهن الذكور. ماذا نحتاج لتتمكن النساء من ممارسة الهندسة المعمارية على أساس متكافئ؟ هل نحتاج لنظام كوتا ملزم يضمن شغل جميع المناصب بالتساوي بين الجنسين؟ هذا لم يحدث حتى الآن. مارتينا باور، المرأة الوحيدة في الإدارة العليا لمكتب باركو لايبنجر، تعرف مدى أهمية المهنة لتلبية احتياجات المرأة. لا يوجد نموذج عمل لم نطبقه لدينا. نعمل 3 أيام كل أسبوعين، يكون أول يوم 2 من الشهر عطلة. لدينا حوالي 80 موظفة، ولدينا أيضاً 80 مفهوماً مختلفاً، لكن هذه نقطة مهمة تمكن النساء من الجمع بين الوظيفة ورعاية الأطفال. لفترة طويلة كنت في الواقع من مؤيدي الرأي الذي يقول عندما تكون المرأة بارعة فلسنا بحاجة إلى كوتا. عندما يكون المرء بارعاً فهو يسود. إذا كنت متحمسة وعاطفية وبارعة في عملك وربما حتى متفوقة فيه، حينها لا يهم على الإطلاق أي شيء آخر. في الأثناء كلما بحثت هذه المسألة أكثر رأيت أن هناك مشكلة هيكلية بين الرجال والنساء، وكان الأمر كذلك دوماً. حقيقة أن الرجال كانوا يهيمنون حتى الآن على هذا القطاع لا تعود لكونهم هم الأفضل، فقد كان من الأسهل عليهم أن ينجحوا، بينما لم يعترف للنساء بقدراتهن. ورغم العديد من العقبات الهيكلية، طورت مهندسات معماريات استراتيجيات في السنوات الأخيرة لفرض وجودهن، وهن يغزون فن العمارة شيئاً فشيئاً. كتبت العناوين الرئيسية مديرة التخطيط الحضري للمدينة في مأزق. لقد تعرضت لانتقادات شديدة، كانت هناك مطالب ملحة بتدخل شخص آخر صاحب سلطة. لقد تعلمت للتو أنني بحاجة للظهور بثقة أكبر. كنت بحاجة إلى تعلم إتقان النبرة الصحيحة لإعطاء الأوامر، وكذلك ضرورة التعامل مع القضايا المحيطة بالسلطة وليس دفعها بعيداً. بدلاً من ذلك عليك عندما تدركين صراعاً على السلطة أن تدخل المعركة بنفسك. كان عمري 30 عاماً عندما صار لدي أول موقع بناء. كنت الأصغر سناً والأقصر قامة والمرأة الوحيدة في موقع البناء. كنت أعلم أنني صغيرة الحجم وعديمة الأهمية، لكنني المهندسة المعمارية والمسؤولة عن هذا الموقع وصاحبة القرار في العمل. كان من البديهي بالنسبة لي أن أكون الرئيسة. أردت أن أبني وأصمم أشياء بنفسي أيضاً، ثم أصبحت الرئيسة. المعارض الشهيرة والمباني المرموقة والجوائز لها تقليدياً أهمية كبيرة في الهندسة المعمارية، فهي تعزز المسيرة المهنية وتحول أسماء كبيرة إلى أسماء أكبر. هل يصبح إذن مهندسون معماريون من الرجال والنساء معماريين نجوماً؟ أعتقد أن تلك الأيام قد ولت. كانت تلك مجرد مرحلة في تاريخ العمارة صنع فيها عدد قليل من الشخصيات الفريدة هندسة معمارية مميزة. أعتقد أن الأمر يسير الآن منذ فترة في اتجاه العمل الجماعي، ونحن نعلم أن العمارة الجيدة لا ينتجها إلا الفريق. أعتقد أن المساهمة في بناء الثقافة على نطاق واسع وبين عامة الناس أكثر أهمية من تنمية معماريين نجوم. المفهوم خاطئ. ما يؤلم هو كيف ينظر إلينا من الخارج. هذا يضر بنا بسبب من يسمون المهندسين المعماريين النجوم، والذين هم 5% فقط ويستحوذون على كل المشاريع الكبرى. في المقابل فإن المباني لا يمكن تصميمها إلا من قبل مهندسين معماريين نجوم، وهؤلاء بشكل عام رجال رجال رجال. لن أفعل أشياء للحصول على جائزة. يبدو وكأنك تصنعين فيلماً فقط لتحصلي على أوسكار. اسمي أنوباما كوندو. أنا مهندسة معمارية من أصول هندية، ولدي مكاتب في برلين والهند، وأنا أيضاً أستاذة في جامعة العلوم التطبيقية في بوتسدام.
في عام 2016 تمت دعوة أن أوباما كوندو إلى معرض بينالي للهندسة المعمارية في البندقية. هناك أعادت بناء منزلها الخاص وول هاوس الذي يقع في الهند. قام عمال هنود مهرة بإعادة بنائه بجهد هائل ومطابق للمنزل الأصلي. أرى أن هندستي المعمارية تتمحور حول الإنسان، ولم أنس أن الهدف الحقيقي للهندسة المعمارية هو خلق موطن للبشر. أنوباما من رواد العصر الحديث، ولدت في بونه في الهند عام 1967، وعاشت في بومباي ونيويورك ومدريد والآن في برلين. تحاول كوندو في عملها توفير الموارد والاستثمار قبل كل شيء في مواد وشركات تصنيع محلية. بني منزلها وول هاوس في أوروفيل في الهند على هذا المبدأ. تبلغ مساحة المنزل 100 متر مربع. صمم المبنى على شكل حرف L وبه فناء مفتوح. لسنوات ابتكرت هذه المهندسة المعمارية تصميمات مبسطة تستند إلى الاستدامة، وواصلت ذلك منذ فترة طويلة بمفردها. لم تكن تلك الكلمات مصاغة قبل 30 عاماً، لكنها الآن تستخدم بشكل مفرط، وغالباً ما يساء استخدامها. صار كل شيء يسمى أخضر أو صديقاً للبيئة. إنه نوع جديد من التسويق، وأعتقد أن عدم الاستدامة أصبح السلوك الجديد. في الهند تصنع كوندو منشآتها من الطين والخشب والحجر دائماً تقريباً. تقول إن البناء التقليدي لم يعد معاصراً. يقع منزل شاه في الهند بالقرب من بونه. إنه مصنوع من مواد بناء محلية مثل البازلت، ويتميز بأنابيب تراكوتا مجوفة مصنوعة يدوياً لإنشاء تقوسات في السقف. تضفي الألوان الطبيعية للمادة دفئاً على المبنى، بالإضافة إلى مساحات خاصة للاسترخاء. توجد مناطق مفتوحة للمعيشة وتناول الطعام، ويوفر المنزل باستمرار إطلالة على النهر القريب. منزل شاه الذي صممته كوندو هو منتجع ليس بعيداً عن مدينة بونه التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة. أنا بالتأكيد مهندسة معمارية، وأن يكون المرء مهندساً معمارياً يعني أن يكون ناشطاً. لدي شعور بأن هناك الكثير من أعمال البناء الاعتيادية جارية على أساس أوتوماتيكي. أعتقد أن أشياء كثيرة يتم إنجازها، لكنها ليست جيدة لنا. أنا قلقة من أن ذكاء الإنسان يتم استبعاده من النظام. في كل مرة تريد حجز تذكرة أو تغيير شيء ما، يقولون لك: نعتذر، النظام لا يسمح لنا بذلك. يريدون أن نكون معياريين، وهذا يقلقني كثيراً. نعلم بدقة أننا نبني لستة أو سبعة عقود ثم يتم هدم المبنى. نحن نترك قمامة وراءنا. اسمي أنا هيرينجر، مسقط رأس لوفن في بافاريا على الحدود النمساوية. لدي فريق عمل رائع من المهندسات المعماريات. أنا مهووسة بالبناء بالطين. تريد أن هيرينجر إثبات أنه يمكن تحقيق مستوى عال من الجودة الهيكلية والمعيشية باستخدام الطين. علامة هيرينجر التجارية هي مبانيها المصممة خصيصاً لتناسب المواقع التي ستبنى فيها، وهي اكتشفت حبها لمادة الطين أثناء دراستها. كانت تلك أزمة كلاسيكية مررت بها قبل التخرج. تساءلت: هل أرغب حقاً في العمل في مجال الهندسة المعمارية؟ هل أرغب في تعذيب نفسي بتفاصيل الكراسي والألواح؟ أدركت حينها أن ذلك ليس ما أريد القيام به. كان لدي دائماً هذا الشغف بالأشياء المجتمعية وبالاستدامة. الحلقة المفقودة كانت الطين كمادة للبناء، فالطين موجود في كل أنحاء العالم. قلت: هذه مادة أحتاجها لكثير من الناس، حيث يمكنني الاستثمار في البشر، وبالتالي أعزز العدالة الاجتماعية. كمشروع تخرج بنت في عام 2005 مدرسة من الخيزران والطين في بنغلاديش. الطين مادة صديقة للبيئة لأنها الوحيدة التي يمكنني أخذها من الطبيعة وبناء موطن ومنزل بها. يمكنني إعادة تدويرها مراراً دون أن تفقد جودتها وإعادتها إلى طبيعتها، ومن ثم أستطيع استخدامها لزراعة حديقتي. سحرني ذلك دائماً. زمن البناء بالخرسانة ولا بالنسبة لآنا. عملها يحطم أيقونة لثقافة البناء الحديثة.
صنع الخرسانة يتطلب الكثير من الطاقة ويتسبب في انبعاثات عالية من ثاني أكسيد الكربون. تخزن هذه الطاقة في الجدران والأسقف وتعرف باسم الطاقة الرمادية. الخرسانة تتقادم بسرعة، وغالباً ما يكون ترميمها أكثر تكلفة من بناء جديد، لذلك يتم هدم العديد من المنشآت الخرسانية، مما يؤدي إلى استنزاف الطاقة المستثمرة. لا يعقل أن كل مادة غير صحية للناس والبيئة ولا تخلق الكثير من فرص العمل كالخرسانة المسلحة مثلاً يتم دعمها من قبل اقتصادنا والمجتمع ومن أموال ضرائبنا، وذلك على عكس أساليب بناء مستدامة تكون مفيدة لنا. ثمة اعتقاد شائع بأن البناء بالطين ممكن فقط في مناطق ريفية في مكان ما في إفريقيا، لكن هذه المادة موجودة في أوروبا أيضاً. لا أفهم، كما لو كانت لدينا فجوة في ذاكرتنا الثقافية. أعتقد أننا نستطيع إعادة اكتشافها لأننا نحتاجها مرة أخرى. إنها ستمكننا من البناء بشكل مستدام حقاً في المستقبل. في عام 2020 بنت آنا بيرث سبيس في فورلبرغ في النمسا، وهو مبنى مخصص للولادة يشبه كبسولة. إنه صغير ومقبب وغامض، مكان من شأنه أن يجعل الانتقال إلى هذا العالم لطيفاً قدر الإمكان، وحيث تشعر النساء اللاتي تلدن بالحماية والأمان. استخدمنا الطوب اللبن، قمنا بتشكيل قوالب طوب من الطين، واستخدمنا عدداً كبيراً جداً من الأشكال المختلفة من الحصى، والتي اخترنا أن تكون باللون الأحمر. في الأصل أردنا غمسها في لون أحمر داكن، لكن هذا اللون لم يعد مستخدماً، لذلك استخدمنا أصباغاً حمراء طبيعية لتلوينها. عندما أصمم شيئاً أحاول تضمين عناصر قديمة جداً، والكهف الذي يشبه الرحم هو بالتأكيد مكان قديم جداً نشعر فيه بالأمان. لهذا أنا جالسة الآن في مساحة مقببة لأنني أشعر بحالة جيدة في هذه المساحات الشبيهة بالكهوف. تسافر آنا كثيراً إلى مواقع البناء في بنغلاديش أو غانا، وأحياناً مع ابنتها. عندما كانت صغيرة كان ذلك مجهوداً حقيقياً، حيث كنت أقوم بترتيب الأشياء أثناء السفر باستمرار. بعد ذلك ينتابني شعور بتأنيب الضمير، والذي يراودني دائماً، لأنني كنت أسافر وأترك طفلتي في المنزل. كانت تلك عملية صعبة بشكل لا يصدق. لكن هذا أتى ثماره لآنا، وربما ليس لها وحدها. أعظم لحظات السعادة هي عندما أستطيع ضم عائلتي وقبل كل شيء ابنتي، ويكونون معي في الموقع. مع كون الطين أشبه بعلاج، كنت أخذها معي كل عام إلى مكان ما. كانت في بنغلاديش واكتسبت الآن منظوراً أوسع من خلال كل العمل، وأعتقد أنها ترى أنه يمكننا تشكيل بيئتنا والعالم من حولنا. نحن لسنا مجرد عنصر ضعيف في المجتمع، بل يمكننا العمل بجد وتحفيز بعضنا والخروج من منطقة الراحة الخاصة بنا وتحريك الأشياء. لدينا جميعاً دافع للبناء بالفطرة يمكننا رؤيته لدى الأطفال. كل طفل يبني شيئاً في مكان ما. البناء دائماً جزء من اللعب، وهذا مهم حقاً. أعتقد أنه عار فظيع أن نقوم ببناء أشياء ولا نمنح المستخدمين المستقبليين مساحة بعد ذلك، وهذا ليس بسبب نقص المواد والمعلومات، بل لأن العلاقات الشخصية الجيدة باتت نادرة. في مشاريع البناء أحاول استخدام المشاركة والتعريف بهذا النهج المستدام. تغزو المهندسات المعماريات فن البناء، ويحررن أنفسهن من الأنماط القديمة، ويسلكن طرقهن الخاصة والتي غالباً ما تكون إبداعية. تتحول تصاميمهن إلى عقود عمل، ثم إلى مواقع بناء، وأخيراً إلى مبان مكتملة. يشبه ذلك إلى حد ما إنجاب طفل، فالمشروع يكبر ونحن نكبر معه لأننا صنعناه تماماً مثل ولادة الطفل. هناك لحظة تشعر فيها الأم بآلام المخاض، ثم تلد الطفل ويقطع الحبل السري، ويستقبل الطفل الذي صار الآن في عالمنا. إنه شيء عظيم ويمنحك شعوراً جيداً. في يوليو عام 2021 احتفلت هيلغا بلوكسدورف بافتتاح منشأتها المذهلة إيرليبنس بورتال، أو بوابة المغامرات. أنت تعمل من أجل ذلك لعام كامل،
وإذا استغرق الأمر عاماً ونصف العام من الفوز بالمسابقة إلى الافتتاح، فأنت تعمل لمدة عامين أو عام ونصف العام لبناء مبنى سيكتمل بعد 5 سنوات. حينها تسأل نفسك ما إذا كان ذلك متناسباً. أجد دائماً أن الأمر يستحق ذلك. انتهى الضغط والتوتر من الأشهر الماضية. الوقت مناسب الآن للمهندسة المعمارية لتتأمل عملها وتشعر به من حولها. ما الذي يحرك المشاعر حقاً؟ ما السر الكامن في هذا المبنى؟ أعتقد أن هذا هو السؤال الذي يخطر على بالك مرة أخرى، لكنه يأتي متأخراً جداً ويجعلك تفكر فيه، ربما بعد أن تغادر المبنى الذي كنت ضيفاً فيه. تقف هناك وربما تأخذ نفساً عميقاً وتنظر من حولك وتتأكد من أنك مدرك لما نشأ هنا بالفعل. مؤخراً أكملت شيفاني شاكرابورتي مشروع هيلغا بصفتها مهندسة معمارية مسؤولة عن البناء. إنه منزل فالديسرو الذي يتميز بألوان فاتحة ونوافذ كبيرة. توجد مساحة مشرقة في الطابق الأرضي يقسمها بئر السلم. تصف شيفاني عملها: هذا التصميم والهياكل التي اختيرت ليتم تنفيذها في موقع البناء، والتي تضم واجهة ملساء حاجبة للرؤية. إنه تصميم جميل. أحاول تنفيذ تصميم هيلغا بلوكسدورف تماماً كما تصورته هي. لا أسمح للعمال المهارة بتشتيت انتباهي عندما يقولون يمكنك فعل ذلك بطريقة أخرى، لطالما كنا نفعله بتلك الطريقة. حينها ألتزم بفكرتي وأقول سنفعله كما هو مخطط له. ما كان مجرد رؤية حتى الآن هو برج إستريل في برلين، ولكن بحلول عام 2024 يفترض أن يشمخ في سماء المدينة. يمكن رؤية هذه المدخنة على اليمين، هذا الجذع إن صح القول، ثم على يسارها سيكون برج إستريل. يجب أن يكون ممتازاً، يجب أن يكون هذا المبنى جيداً للغاية، وجميع المباني يجب أن تكون ممتازة، لكن هذا المبنى بالتحديد يجب أن يكون مذهلاً بشكل جنوني. سيقف وحيداً وسيكون شامخاً في الوسط بطول 176 متراً، بحيث عندما تنظر من حولك هنا لا يلفت انتباهك مبنى غيره. سيكون هذا أعلى مبنى ليس هنا فحسب بل في برلين كلها. سيدخل التاريخ لكنه سيكون وحيداً. وسط المجموعة هنا في ساحة ألكسندر قد يكون مخفياً، لكنه هنا يجب أن يكون جيداً حقاً. هل تشعرين بالرضا لأنه سيكون أعلى من ذلك الموجود في ساحة ألكسندر؟ ساحة ألكسندر؟ ربما قليلاً. الخلفية والبصمة والموقف الشخصي، سواء راسخات وناجحات أو شابات طامحات، رغم الاختلافات بين هؤلاء المهندسات المعماريات، إلا أنهن جميعاً يشتركن في شيء واحد، إنهن يسددن الثغرات ولديهن رؤى ويبحثن عن حلول، إنهن يكسرن التقاليد ويغيرن هذا القطاع، ويعرفن من تجاربهن الخاصة ما هو ضروري عندما يشرعن في تغيير العالم. لا تتواني، حاولي، حاولي، حاولي. أرى أن شبكات التواصل مهمة للغاية، ليس على المستوى المهني فحسب، بل لجعل حضورك محسوساً أيضاً. الجيد في الهندسة المعمارية هو أنها تتحسن أكثر كلما تقدمت في العمر. بناءً على ذلك ما زالت أمامي فرص كثيرة. سيكون الجيل المقبل أكثر قدرة على التألق، لأننا نحن اللاتي تحملنا الأعباء الثقيلة ومهدنا الطريق إنجاز التعبير. وأنا أتطلع إلى أولئك النساء الرائعات اللاتي سيأتين بعدنا ولديهن شيء لإظهاره. نساء يبنين، وكيف؟ حتى سنوات قليلة مضت كان منزل آيلين غراي الصيفي مجرد ظل لنفسه، والآن تم تجديده بشكل شامل ويشع رونقاً جديداً.